خلي بالكم ان شاء الله ان شاء الله مش في الارهاب، في بناء مصر الحديثه ان شاء الله. بيكوا يا مصريين ان شاء الله مصر هتكبر رغم كل اللي بيتعمل، رغم حقد الحاقدين وكيد الماكرين، مش هيقدروا. ليه؟ بس عشان المصريين ارادتهم قويه وهم ان شاء الله على الحق. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.